انا قلت يا فندم صوره زي دي ممكن تساعدكم في ان انتوا تلاقوها. اكيد طبعا صوره زي دي هتساعدنا كتير. طيب احنا هناخد الصوره دي ولو في اي جديد هنبلغك. بياناتي لسه عندكم مش كده؟ اكيد طبعا. طيب متشكره قوي. اماني 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 بقى انتي فين انتي فين اماني 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 يخرب بيت عقلك بت، خلاص اتجننتي، كباريه كيتي. ايه يا عم ما تحسن ملفظك، اسمه نايت كلوب كازينو. حواري بقى، أي مكان زي ده فيه نسوان وخمرة ورقص وفي الهرم، هبقى اسمه إيه يعني؟ صالون ثقافي؟ بقول لك إيه، مش أحسن من حفلات القطاع اللي كل 50 سنة مرة، أهو ثابت وفلوسه كتيرة. أو هو ده بقى الفن، هو ده الغنى اللي كان نفسك فيها كيتي. جريد يا أهبل أنت، كل الفنانين العظماء الأساتذة بدأوا من شارع الهرم. أيوه بس ده مش لوننا. وبعدين يا كيتي انت بت ولوحدك هتغني وسط ناس سكرانه. ما تخافش، الست نهواند صاحبه الكباريه قالت لي ان الكباريه ده ما فيهوش اي حاجه شمال خالص. الست نهواند طب بصي بقى يا كيتي، مفيش كازينو بيخلى من الشغل الشمال، ان ما كانش جواه هيبقى براه. وانا مالي يا اخويا، انا جواه بغني وبراه اتكل على الله روح. تروحي فين ان شاء الله؟ اصل انا ما قلتلكش، اصل في حاجه كده يعني لو ظبطت يبقى حلو. حاجه ايه يعني؟ الواد هاشم قال لي وهو بيجيب لي الشغلانه انه في بنات شغالين في المكان واخدين شقه كده بيباتوا فيها، قلت اروح اتزنق معاهم. اهلا، يعني الواد هاشم هو اللي ظبط لك الشغلانه دي يا كيتي؟ بس لما اشوفه بنل. ايه يا عم الواد قصده خير، انت مالك بتعمل ليه كده؟ انت هتطفش الشغلانه ولا ايه؟ خرب بيتك. بقول لك ايه، دريق ونشف لغايه ما وافقت. اسكت بقى كيتي، انت مش عايزه تيجي تقعدي معانا امي ليه؟ ولا خلاص تعاقت علينا؟ ولا تعاقت ولا حاجة، بس انتوا اللي فيكم كفيكم وكفاية المشاكل اللي عندكم. مش بقولك اتعاقتي يا عم؟ والله العظيم ما اتعاقت ولا حاجة، ده انت واد رخم قوي، مش عايزة اتقل عليكم بقى. ماشي يا كيتي، بس خدي بالك السكة اللي انت ماشية فيها دي مش سهلة. انت عارفني كويس، انا ما علمت رجالة وعلمت عليهم، انت عارف اخلاقي يا حبيبي. ماشي يا فلحة، استر يا رب. يلا بينا بقى يا اخويا عشان اجيب هدومي من عندكم. مصيبه وانت انت بقيت بومه. ما رضيتش انزل المره دي من البيت غير لما اتاكد ان انت وصلت قبليه. معلش انا عارف ان انا الفتره الاخيره دي عمايلي زي الزفت، بس والله لو تعرفي انا كان فيا ايه وكنت بمر بايه هتعذريني. كنت بتمر بايه بقى؟ مشاكل في الشغل وحوارات ومنافسين عاوزين يدمروني ويخلصوا مني، بس كله بأوانه، كل فار هيرجع لجحره تاني صدقيني. طيب ربنا معاك.
انت ما قلتليش. لما كلمتك واتفقنا ان احنا نتقابل ما جيتيش ليه؟ رحتي مني فين؟ انا كمان عندي مشاكل، بنتي ما خلتنيش اجي. بترديها لي، قديم قوي الجو ده. طب والله ابدا، انا فعلا بنتي كانت محتاجاني. ماشي يا ستي، مش مهم، المهم ان احنا مع بعض دلوقتي. المهم بعد كده يا يحيى. قصدك ايه؟ قصدي يعني ان انا معرفش عنك حاجات كتير قوي، معرفش مثلا هيحصل بينا ايه، وهتقول ايه لمراتك. حالا ممكن عشان خاطري المواضيع دي بلاش نفتحها دلوقتي، نأجلها لبعدين. والله انا ما اقصد اي حاجه، انا بس مش عايزه اكون عامله لك مشاكل. ستي مين قال لك ان انت عامله لي مشاكل؟ من غير ما تقول، اكيد من كتر المشاكل اللي انت فيها في مشكله او اتنين انا السبب فيهم. يا ستي وانا اشتكيت لك؟ هو انا قلت لك اساسا ان انا في مشاكل ما بيني وما بين نسمة؟ انت مش محتاج تقول يا يحيى، انا ست وبفهم واعرف امتى الست تحس بجوزها لما واحده تانية تخش حياته. ما تلاقيش حل، انا اصلا حياتي مع نسمة مليانه حاجات غريبه كتير قوي لدرجه انها ممكن ما تلاحظش لو حصل فيها اي تغيير. عادي متهيأليش. طيب حتى لو كان كده ممكن بلاش النهارده، احنا نازلين النهارده عشان نتصالح وبس. سيبيني ابصلك حتى لو ما اتكلمناش خالص، كفايه علي اني ابصلك. بس ايه يا مختار؟ ده يا مختار ما رجليش يا ريس ادهم. يا ريس ادهم الحق يا ريس. ايه في ايه؟ الحكومه جايه تشمع المكان. تشمع يا رخالتك؟ تشمع المكان. عندنا امر بتشميع المكان يا معلم ادهم لحين التصالح وتدفع الضرائب اللي عليك. ضرائب يا باشا؟ انا راجل محترم وطول عمري ماشي في السليم، ولا مؤاخذه اعرف حق البلد دي اكتر من سعادتك. انا مش عايز كلام كتير يا معلم، انجز بدل ما البسك قضيه ثانيه. الخلاصه تتصالح وتدفع اللي عليك كان مفيش حاجه. يعني ايه المطلوب مني دلوقتي سعادتك؟ توقف الشغل وتخلى المكان يا معلم. ماشي يا باشا ماشي. وقف الشغل يا ابني انت وهو، يلا كله روح، النهارده اجازه. بس ان شاء الله راجعين. ايوه بقى فرحني بقى فرحني. لا خليه يتربى عشان يعرف ان يحيى مجدي قد كلمته. لا 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 مش هتوصل لحبس ولا حاجه. هو بس هيتعور له في قرشين حلوين كده زي اللي اتعور فيهم في المزادات الاخيره. طبعا. بقول لك ايه، خليك انت بس عندك وتابع، واي جديد بلغني بيه على طول. ماشي؟ اسمع بقول لك، مش عاوز اي حد يعرف ان انا اللي ورا الموضوع ده على الاقل دلوقتي. فاهم؟ حبيبي حبيبي، يلا مع السلامه. ايه خير؟ شايفاك مبسوط قوي النهارده. مبسوط؟ ده انا طاير من الفرح. عشان تعرفي بس ان جوزك بيعرف يرد الالم المين. في مين؟ في الزفت اللي اسمه ادم، وفي غيره اللي ابويا خايف منه طول الوقت ومتطيله مش فاهم ليه. الليله دي ردت له اللي عمله فيا، والليله اللي خلاني ابتها في الحبس هيدفع قصادها كام 100,000 جنيه وهتشوفي. تاني يا يحيى؟ يا حبيبي الدنيا ما بتمشيش كده. الدنيا ما بتمشيش الا كده، صدقيني انا بعرف اتعامل مع الناس دي كويس، صدقي جوزك. بس باباك برضه عنده حق في اللي بيعمله معاه، الراجل ده شراني ممكن ياذيك زي ما عمل. ما هو عمل اللي عمله ده عشان ابويا سكت له، لكن لما يعرف بعد كده ان الغلطة اللي هيعملها ليحيى مجدي هيتلسع على قفاه 50 قفا على سهوة هيتلم، صدقيني. انا مش عايزة لك حاجة غير الخير يا يحيى، انا مش هستحمل تبعد عني تاني يا حبيبي. تاني ايه بس واولاني ايه؟ ما انا جنبك اهو، وانا رحت فين؟ مالك يا نسمة؟ مش عارفة، أنا اليومين دول خايف عليك قوي بزيادة، والودي ودي بصراحة بقى أشوف لك شغلانة تانية غير دي، حاجة كده ما فيهاش لا وش ولا قرف. نعم
ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده شغلي يا نسمة، شغلي يعني حياتي، يعني لا يمكن اسيبه. وتسيب كمان الترامادول. يحيى افهمني يا حبيبي، انت المفروض تخاف على نفسك، يا سيدي لو مش علشانك علشاني انا. تاني يا نسمة؟ تاني الاسطوانة المشروخة بتاعت كل مرة دي؟ تاني؟ هو انت ما بتفهميش؟ قلت لك 200,000 مرة قبل كده انا باخد الزفت ده عشان افضل صاحي، عشان ما انامش، عشان الموت ما يفاجئنيش وياخدني او ياخدك، ما تفهمي بقى؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الموت ده بتاع ربنا مش بتاع اي حد تاني. يحيى عشان خاطري ارجوك بلاش تجيب سيرة الموت تاني، عشان خاطري. عشان خاطري انت؟ كفاية بقى، كفاية نقعد نحكي في المحكي، كفاية الاسطوانات اللي لا هتودي ولا هتجيب. الموضوع ده الكلام فيه منتهي. فهمتي؟ اوعي. طب استنى بس. اوعي. استنى عايزاك في موضوع. عاوزة ايه؟ اهدى بس اقعد. نعم، اتفضلي، ها؟ أنا سامع. أنا أنا حامل يا يحيى. تاني يا نسمة؟ تاني حامل؟ انت ليه بتعملي فيا كده؟ بتعملي فيا كده ليه؟ ما انا قايل لك 500 مرة مش عاوز عيال. العيال دي هتفرقنا، هيموتوني او يموتوكي. ليه كده؟ تاني؟ ايوه تاني يا يحيى، تاني يا حبيبي. ربنا رايدنا الخير. خير؟ خير ايه؟ ده شهر؟ وبعدين انت مش الدكتور قايل لك انك انت الحمل في خطر على حياتك؟ قال لك الدكتور ولا لا؟ قال الحمل لو جرالي حاجة هيبقى خطر، لكن الحمل نفسه ما فيهوش حاجة يا يحيى. وأنا والله العظيم أوعدك أخلي بالي من نفسي. وأنا أضمن منين ده؟ أضمن منين ده؟ أضمن منين إنك أنت دلوقتي مش شايلة جواكي سبب لأذيتك أو سبب لموتك؟ أذية إيه يا يحيى؟ ابننا ولا بنتنا هيبقى أذية ليه يا يحيى؟ ولما يجرالك حاجة وأنت بتولدي أنا أعمل إيه؟ أنا أعيش من غيرك إزاي؟ العظيم يا رب. ازاي؟ انت ليه بتقدر البلاء قبل وقوعه بس؟ وانا ليه سيب الموضوع للصدف؟ ها؟ ليه اسيبه للصدف ليه؟ ليه؟ يا حرام عليكي، حرام عليكي، حرام عليكي بعد كل اللي انا بعمله علشان خاطرك دوت، ليه مصره انك انت تمشي عكس السكه اللي انا راسمها؟ ليه؟ ليه عاوزه تفرقينا عن بعض؟ ليه؟ ما احنا حلوين وبنحب بعض وعايشين وكويسين. ليه عايزه تخلي واحد فينا يموت؟ ليه عايزاني اموت او انت تموتي؟ ليه بتعملي فيا كده؟ ليه؟ بس بقى مفيش موت يا يحيى، مفيش موت، انساه خالص. ما تجيبش سيره الموت، اللي هيجي ده هيجمعنا لبعض اكتر يا يحيى. يحيى ربنا ما بيعملش حاجه الوحشه لحد، احنا اللي بنعمل الوحش لنفسنا. استغفر ربنا، ربنا ادالك هديه افرح بيها. ربنا كريم قوي يا يحيى، ربنا كريم وكبير. ونعم بالله، ونعم بالله، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. كفاية عياط بقى يا حبيبتي، كفاية. مش عايزة تقولي لي مين أهلك وفين؟ هي فين أماني دي؟ ضاعت، أماني ضاعت. ضاعت؟ طب وريها لي كده، سيبيها كده. خلاص 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 خلاص، مش هاخدها، خلاص خلاص خليها معاك. ممكن تنامي بقى شوية عشان أنت تعبانة؟ خلاص معلش معلش، نعم يا حبيبتي.
ازيك يا مدام؟ ايه ده يا ست كيتي؟ ايه الشنطة دي؟ دي شنطة هدوم. اصل هاشم قال لي انه البنات اللي هنا حضرتك مأجرة لهم شقة قاعدين فيها. شقة ايه؟ امال انت كنت عايشة فين قبل كده؟ اصل لما اغزف دي الكلمة يعني كنت عايشة عند واحدة ست طيبة، بس الست دي مسافرة وماليش مكان اقعد فيه غير هنا. طب بصي بقى يا بنت الناس، انا دخول الكباريه عندي هنا اسهل بكتير من دخول الشقة. ليه يا مدام؟ عشان الكباريه انا موجوده فيه، يعني عينيا في وسط راسي، يعني انا شايفه كل حاجه بتحصل. لكن شقه البنات بقى انا مش فيها. شوفي انتي بقى شويه بنات وشغالين في كباريه واتلموا على بعض وقاعدين في شقه، ممكن يقلبوها لي ايه تفتكري؟ ايه؟ مش محتاجه تفكير يعني، وانا الحكومه كفايه قوي اللي انا شايفاه منها هنا، انا مش ناقصه وجع دماغ. وربنا يا مدام هشرفك ما تخافيش، بس انتي اديني فرصتي وسيبيني اقعد معاهم. لا انا مش قلقانه عليكي يا حلو، انا قلقانه منك. ليه يا مدام وانا هعمل ايه يعني؟ طب جربيني بس وانا هرفع راسك وهتشوفي. بصي يا كيتي، مش دلوقتي خالص ومش هينفع، شوفيلك بقى اي حته كده اقعدي فيها لغايه ما اتصرفي. ماشي يا مدام، انا هتصرف. تعجبيني بقى وانتي بتفكري كده. بالاذن. اذنك معاكي يا حلو. هفضل عافر مع الموت لحد امتى؟ كل ما سد في وشه باب يطلع لي من الشباك. لا والمره دي ايه؟ المره دي بتكتفني وبتقول لي انا يا نسمه. لا لا انا ولا الغلبانه دي، ويا انا يا انت يا موت، يا انا يا انت. يحيى يحيى. ايه في؟ مفيش حاجه خالص. انت مش معايا خالص يا يحيى، في ايه؟ لسه متضايق من موضوع الحمل؟ مصدوم، مصدوم من الفرحه، مش مصدق يعني ان ربنا عوضني كده. انت بتتكلم بجد ولا بتتريق؟ مش فاهم. بتكلم بجد يا نسمة، بتكلم بجد. يا سبحان الله، اللي يسمع كلامك دلوقتي ما يسمعش كلامك اللي قلته لي في البيت قبل كده. فكرت في كلامك ولقيتك انت صح، انت صح يا نسمة. اقولك على حاجة يا يحيى، أنا لما قلت لباباك ومامتك خوفوني منك قوي، لدرجة إنهم طلبوا مني إن أنا ما أقولكش وأخبي عليك. دول أساساً ما تسمعيش منهم أي حاجة تخصني. الناس دي لا فاهميني ولا أنا فاهمهم أساساً. وبعدين أنت كنت هتروحي مني فين يعني؟ هتخبي فضيحتك فين يعني؟ أنا أصلاً عمري ما خاف منك، أنت حبيبي وسندي. يحيى أنا أصلاً في الدنيا دي كلها ماليش حد يخاف عليا غيرك، مش كده؟ أكيد يا نسمة طبعاً، وأنا والله ما ليا حد في الدنيا دي غيرك أنت، والله ما ليا غيرك. ربنا يخلينا لبعض. بقول لك انا انت هتخليني اعيط كده، انا هروح التواليت هظبط نفسي. معلش يا نسمة، سامحيني، لسه بخاف من الموت.
أماني وحشتيني. وانت كمان ياسر وحشتني قوي. فينك يا أماني وعاملة ايه؟ بجري في الدنيا زي ما انا. ايه ومبسوطة؟ الحمد لله مبسوطة. يستاهل الحمد. لسه بدور على ولادي. لسه برضو بتدوري على ولادك؟ انا مانيش غيرهم يا ياسر. طب وانا يا أماني؟ انت انت انا وانا انت. رد على التليفون. الو. ايوه يا فندم، حضرتك كنت سايب الرقم ده على صوره؟ ايوه لقيتوها. ايوه انا ممرضه في المستشفى اللي الست دخلتها بعد الحادثه. ايه ده؟ اماني عملت حادثه؟ لا هي ما اسمهاش اماني، واضح كده لان هي عماله بتعيط كتير وبتنادي تقول يا اماني يا اماني، وتبص للصوره اللي في ايديها. شكلها كده عارفاها كويس قوي. طب لو سمحتي اديني عنوان المستشفى دي بسرعه. ماما هو بابا زعلان مني ولا منك؟ حبيبتي بابا مش زعلان لا مني ولا منك. ليه بتقولي كده؟ امال ليه مش وسامي؟ بابا سافر في شغل. ممكن ما تسيبنيش لوحدي تاني؟ حاضر انا اسفه، اوعدك اني مش هسيبك لوحدك تاني. وريني بقى كنتي بتعملي ايه. خير يا دكتور ياسر؟ خلاص يا اخوانا الحمد لله كله تمام. حكايه يعني وما فيها ان الحكومه كانت عايزه مننا قرشين ودفعناهم وخلاص، وان شاء الله باذن الله هنبتدي الشغل من بكره وفي ميعادنا. الف حمد لله على السلامه يا معلم. الحمد لله على السلامه يا معلم. ايه يا اخوانا في ايه وانا خارج من الحبس؟ طب ايه رايكم بقى؟ الشغل هيبتدي من دلوقتي ومفيش بكره. يلا يا حبيبي انت وهو على الشغل. يلا يا حبيبي يلا. ما تعالى دي توحى. توحى ازيك يا توحى؟ عامله ايه دلوقتي؟ انا كويس. بقول لك ايه يا توحى؟ فين امان يا ماما؟ ماني ضاعت. دي حالة بنت اماني كانت بتيجي تزورها في المستشفى. فين ايمن وهند؟ فين ولاد اماني؟ فين؟ فين ايمن وهند؟ فين ولاد اماني؟ اتفضل اتفضل يلا قعدي. حاضر. على مهلك. على مهلك. على مهلك خالص. على أقل من مهلك. معلش. دوحة انتي فاكرة انتي وأماني آخر مرة كنتوا فين؟ لا لا. دوحة مش انت عايزة أماني وبتحبيها؟ قولي لنا هي فين عشان نجيبها وتيجي تقعد معاكي هنا. فاكره؟ لا مش فاكره. طيب طيب لما خرجتوا من المستشفى قعدتوا كتير مع بعض ولا حبه صغيرين؟ قعدنا كتير. طب كويس. قولي لي بقى امتى اماني تاهت منك؟ معرفش. مفيش فايدة، مش هنطلع منها بأي نتيجة. سيبيني أقعد معاها لوحدي وأتكلم معاها، ولو وصلت لأي نتيجة هقول لحضرتك على طول. طيب. طيب.
بس لو حضرتك احتاجت اي حاجه او توحى احتاجت اي حاجه بلغني على طول. شاكرين قوي، كفايه ان حضرتك دفعت حساب المستشفى. طيب سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا توح؟ الحمد لله. فين اماني بقى؟ معرفش معرفش. مفيش أمان أبداً بالمرة. استوب يا قلبي، الأيام مرة ومفيش أمان أبداً بالمرة. اهدى يا هارت وخف اللعب، فاضلك زلطة وتطلع برا. كتبوا الأطباء لبنك الدم، ملوش رصيد ولا 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 ذرة. يا عم ليل بقى تعبنا. يا عيني يا عيوني يا معلم. مين البت دي؟ دي كيتي، وجهك زيد عندي. عرفيني عليه. ماشي. انت تقف.